كنت بعيد مشاهده فيلم السلم والتعبان. ولو انت لسه مشفتش الفيلم ده فانت اولا ازاي عايش بينا كده عادي، ثانيا احكي لك قصته باختصار. هو بيتكلم عن هاني سلامه المستهتر بتاع البنات زي هاني سلامه في كل افلامه، اللي مطلق وعنده بنت وحتى بنته ما عرفش يحبها بصوت احمد حلمي في احدى المشاهد، اللي بيقابل حاله شيحه وبيقرر انه يمارس عليها هوايته المفضله في اللعب والضحك على البنات، ولكن هذه المره كانت مختلفه لان حاله شيحه بترفض ان يحصل معاها كده وهو كمان بيحبها وبيقول الله ما نخلي الموضوع يقلب المره دي جد بقى. وهنا يا جماعه لازم نتكلم ان فيلم السلم والتعبان هو كان اول فيلم يجسد ايجيبت في السينما المصريه. هو بيشتغل بتاع اعلانات وهي بتشتغل الصبح في معرض عربيات وفي وقت فراغها بتعلم الناس ترقص تانجو وبياكلوا من باسكن روبنز وكيف سي وفرايديز وبيشربوا كولا زيرو. مين في اول الفينات اصلا كان يعرف ان في حاجه اسمها كولا زيرو؟ وهنا يا جماعه لازم اشيد باحمد حلمي ممثل مصري الوحيد في هذا الفيلم. الراجل ده زينا جدا يا جماعه، في وسط ايجيبت دي كلها هو الوحيد اللي زينا، مديون وعنده مشاكل في الورث ومش عارف يجيب علاج لامه وبيصرف على اخواته وبيستلف من الشغل، وفي وسط هذا كله بيسيب كل الناس المفروض يصرف عليهم وكل المسؤوليات اللي عليه وبيروح يصرف برضه على النسوان والصياعه وبيحل كل مشاكله دايما بالهزار والضحك والنكت. مصري مصري يعني. وهنا يا جماعه برضو لازم نقول ان الفيلم ده بيتكلم من اوله لاخره عن شخص توكسيك، وكلمه توكسيك لغويا معناها شخص سام، ولكن في العلاقات بتتقال لما يبقى شخص مؤذي للشخص الثاني في العلاقه، اللي هو هاني سلامه تقريبا في كل افلامه من اول فيلم المصير لما كان بيحب واحده وتحول لارهابي لحد فيلم السفاح مرورا بافلام الاولى في الغرام وويجا. اول ما بيتعرف اصلا على حاله شيحه في اول مشهد بيروح لها فيه بيبقى سكران ومش عارف يوصل لها من كتر ما هو سكران، وهي اول ما بتشوفه بتقول اوبا هذا هو ذوقي، انا عايز اتجوز واحد زي ده. يقولوا لها يا بنتي ده بتاع بنات، اي كان فيكس هيم، انا هعرف اصلحه، مالكوش انتوا دعوه. امها تقول لها نهارك اسود ده متجوز وعنده بنت، تقول لها اي كان فيكس هيم. صحابها يقولوا لها ده احنا امبارح شفناه في فراي قاعد مع نسوان، تقول اي كان فيكس هيم، وما بتسمعش كلام حد خالص وبتفضل مكمله في العلاقه لحد ما هو في احدى الاوقات بيحس ان ايه ده انا اتخنقت وانا ما بحبش المسؤوليات وما بحبش الكلام ده وعايز اعيش حياه الصياعه تاني مع صاحبي، وبيسيبوا بعض والقصه بتكمل. وهنا يا جماعه لازم نتكلم عن نقطتين، اولا ما تدخليش في علاقه مع واحد اسمه احمد ولا واحد شكله حلو لان دول بيبقوا غالبا توكسيك في العلاقات. علينا احنا شكلنا وحش، احنا نبقى مخلصين جدا، هتقول لنا يمين نقول يمين، هتقول لنا شمال نقول شمال، ولو ما بقيناش مخلصين ما نغور في 60 داهيه واحنا اصلا وحشين. ليه بقى بتروح عند الواد الحلو اللي معروف ان هو توكسيك وتقرر انك ترتبط بيه؟ ثانيا يا جماعه لما تلاقوا من الاول علاقه توكسيك وشخص توكسيك في العلاقه ما تسيبوه. ليه دايما بتختاري الصعب؟ ليه دايما بتختاري لا انا غير كل البنات اللي اعرفهم، لا انا هعرف اصلحه، لا انا هعرف اخليه انسان كويس، لا هتبقى ستوري جميله جدا لما يبقى صايع مع كل الناس ويجي عندي انا وابقى محترم. الفيلم ده عشان فيلم انتهى نهايه حلوه وهما الاثنين اتجوزوا وهو خلاص اتصلح حاله والجو ده، لكن انا عارف ان الفيلم ده لو كمل ربع ساعه بس هيرجع للصياعه مع احمد حلمي تاني. هو اصلا في الفرح بيشوف واحده بيبص عليها فيقولوا له ايه يا عم بقى ما تظبط بقى مش بتاع الكلام ده، قال لهم لا خلاص ما بقتش بتاع الكلام ده. لكن احنا عارفين كلنا ان الشخص التوكسيك ما بيتصلحش، وخير مثال على كده فتحي عبد الوهاب في الفيلم المجاور سهر الليالي، برضه فضل نسوانجي لاخر لحظه والنهايه دي كانت واقعيه ومنطقيه بالنسبه لي اكتر. فلما تلاقي شخص من الاول توكسيك ابعدي عنه. وهنا يا جماعه عايز اتكلم عن رمز كان موجود في الفيلم مش كتير خد باله منها، وهي رمزيه الزرعه اللي موجوده في بيت هاني سلامه، اللي اول مره حاله شيحه بتدخل فيها البيت بتلاقيها دبلانه وميته بتساله هي ايه دي؟ يقول لها دي زرعه مراتي سابتها لما مشيت. فبتقول له طب انت سايبها ليه كده؟ فبيقول لها ايه ده مش شكلها حلو؟ فبتستغرب. ومع الوقت ومع حبه لحاله شيحه بيبدا يعتني بهذه الزرعه وتبدا تنبت تاني، وبعد ما بيسيب حاله شيحه ويكتئب بيرجع تاني يهتم بشغله ويهتم ببنته ويرجع تاني يترد له الروح، فبيرجع تاني في مشهد يعتني بالزرعه وتنبت تاني. وهنا يا جماعه الكلام ما كانش عن الزرعه، الكلام كان عن هاني سلامه، الشخص اللي كان بلا روح وكانت عاجباه حياته كده لحد ما بتيجي حاله شيحه وعلاقته معاها وحبه ليها بيغيره ويرجع فيه الروح وينبت مره ثانيه. وهنا يا جماعه لازم نتكلم برضه عن اسم الفيلم السلم والتعبان. حياة هاني سلامة وشغله وعلاقته بالناس وعلاقته بحالة شيحة تحديدا وعلاقته ببنته هي عبارة عن لعبة السلم والتعبان، ابس اند داونز، عمال يعلى وينزل ويعلى وينزل لحد ما يوصل في الاخر لبر الامان وينجح في علاقاته. ان شاء الله نتقابل في افلام ومسلسلات تانية، والسلام عليكم.